عاد نعاونو غير المغاربه تيعرفوا الوقت اش فيها. هاد اللايفات اللي تنديرو والله حتى تنعاونو الناس، تعرفوا السوق اش حوال السوق. قول لي انا بيدير شي سيت حيت باقي دابا تعاونوا نديروا شي سيت فيه الحوت وفيه دابا نوريك قلت هاد شي حاجه اي باج اي باج الباقيه عليك اذا صباح الخير عليكم، مرحبا بكم متابعينا في هذا البث المباشر. الان حنا في سعاده واحد بالمحاميد كما تتابعوا معنا في هذا البث المباشر دائما في هذه الجولات ديال الصباح، رغم انه مازال الاحوال او انه كما تنقولوا البيع والشراء ولا الناس اللي تبيعوا بصفه عامه مازال ما بداتش الامور كما على يرام، لانه الناس باقي كما تنقولوا اما على سفر اما يعني الباقين من همكين او انهم باقي عاتين الوقت الحولي بصفه عامه. فهذا الصباح حنا في سعاده واحد باش اننا نقربكم شي شويه من الحوت المتوفر بالنسبه للمراكشيين، خصوصا حنا في هذا الفصل يعني بدا الان الاحوال الان تبدا تسخن بصفه عامه، يعني بدا الحراره ترتفع بشكل كبير في مدينه مراكش، وبالتالي البائع الحوت ولا تبيع الحوت بصفه عامه يعني تيحاول انه يجيب البركه ديال السلعه باش انه ما تشطليش، لانه تتوصل تيطاس النهار او توصل وسط النهار ما باقيش يعني تيولي من الصعب انه التجول او البقاء خارج الشارع في مدينة مراكش. إذا غادي نشوفوا مع الشريف يقربنا شي شوية كيفاش بدا السوق، يعني السوق الكبير شي شوية ديال الحوت بعد العيد كما هو معلوم متتبعينا. صباح الخير الشريف. صباح الخير مولاي. الله يسعد الصباح. كدير بخير هانيه كل شيء وهذاك الله يطول عمرك. الحمد لله. كل شيء المغاربة والمراكشي بطبيعة الحال تيتسائلوا متى بدا تستنفذوا العمل بعد العيد؟ وتقريبا البارح واليوم واحد شويه حيت باقي المنتوج السمكي باقي ما متوفرش في المارشي تاع الحوت، يعني كنديروا غير شي لقطات بين ما يعاودي يبدا داك الشيء ان شاء الله بواحد الاسبوع ولا 10 ايام كاع اكثر تقدير يقدر يكون الحوت متوفر ثاني بكثره ويكون بكثره ان شاء الله. يعني ما كاينش كاع الانواع تاع الحوت كلها؟ لا كاين غير البعض بالنسبه للسرديل كاين بالنسبه لل الميرنا واحد شويه، المهم الحوت باقي ما كاينش شي واحد الطفره ما كاينش شي حاجه كثيره، كاين شي بركه حنا تنقضيو بين من يوجد ان شاء الله. اش لقيتو بالضبط في السوق؟ السوق كاين السرديل وكاين واحد شويه ديال الميرنا وكاين شي شويه ديال الباجو شويه ديال شامه والروكان واحد شويه، المهم السلعه ما كايناش كثيره بزاف. وفي نظرك شنو هو السبب اللي ما السلعه؟ السبب حيت باقي الناس ما خرجاتش تخدم، باقي الباطوات واقفين. كاين واحد العدد قليل هو اللي خرج لاعالي البحر ولكن باقي ما دخلتش السلعه. باقي مع العيد مع اجواء العيد باقي الناس ما دخلتش في. باش يدفعكم انكم تبداو العمل تستنفوا؟ للضروره احكام، راه الانسان خصو يتحرك. الخضاره بدا ولد الزرب كما تنقولوا. الدجاج خدموا حتى حنا كنا نديروا البركه بعدا بين ما تيسر الامور. نعم. نطلبوا من الله تيسر ان شاء الله. تعرفوا بانه هذه الايام تشويه تدخل الحال وتعرفوا الحراره مرتفعه بشكل كبير. طبيعة الحال. تعاملوا انتم مع الحوت والحوت يعني خصو بزاف يخرج. وبطبيعة الحال تيخص الثلج، الثلج راه هو الاولى، تتشري الثلج هو الاولى عاد تتشري السلعه حيت الثلج هو كي تيقولوا هو الحوت. خصك دائما يكون عندك الثلج وكتعامل مع ديك وقت الظروف التكلاص وداك الشيء راه حريفي عارفين اش فين. نعم. يعني وصلتنا للمسامع ديالنا بانه دروكا الحوت تيتمشى بزاف بلاد البحر، يعني لانه كاين سفر كاين الناس موجودين تما، يعني الحوت يخرج بكميه كبيره واخا انه العيد تيخرج بكميه كبيره، واش هذا الشيء صحيح يعني فعلا؟ بطبيعه الحال حيت الناس دابا ما كتستهلكش اللحم والدجاج حيت التاثير ديالو على الصحه وكذا. بالنسبه للحوت راه واحد الثروه اللي هي طبيعيه وثروه سمكيه طبيعيه، ما مزيانة حتى بالنسبة للصحة والمسائل. وبالنسبة للإقبال؟ الإقبال الحمد لله مزيان، الناس تيديو الحوت تياكلوا الحوت. مراكشيين تيستهلكوا. كاين إقبال؟ شوية شوية كاين إقبال، قبل العيد كان الإقبال حيت الناس
لا تينوعوا وتيخبيوا الحوت حيت عارفين منو راه العيد تيكون ما تيكونش الحوت. كاين الانسان اللي ما تياكلش اللحم كاين الناس اللي مرض الله يشافي الجميع وكذا تيخبيوا الحوت بالنسبه باش يستهلكوه منه من يفوت العيد بشي شويه. شنو هو النوع ديال الحوت دابا اللي ما اللي عليه بزاف الطلب وما كاينش متوفر دابا؟ كاين الصنور، الصنور تيبغيوه الناس بالنسبه للطاجين، بالنسبه للكوربين كاين بزاف كروفيتا هو الناس يبيو يديروا به البيتزا وكذا السيبيه الكالامار كاين شي انواع باقي ما متوفرش حاليا ولكن دابا هاد 10 ايام غتكون تتوفر في السوق الحمد لله غيكون غادي يكون خير ان شاء الله. اللي باش يشري الحوت يجي سعادة ياك يجي سعادة. واحد المحاميد عند الشريف السميه عند السي عمر صديقي العزيز صباح سعيد. صباح الخير. نعمس. صباح الخير. الله يبارك فيك بارك الله فيك. ما في عاود السرديل؟ السرديل يا السرديل فينك يا السرديل؟ لا لا الله. نعم يعني كيف بدات تبان لك الان البدايه بعد العيد كيفاش تبان لك الانطلاقه الان بطبيعة الحال ديال دابا باقي شويه الوقت اصلا باقي شويه الوقت عيانة شي شويه باقي الناس باقي مطرشه من الاجواء ديال العيد والغلاء ديال العيد باقي مقابلين السقيطه باقي مقابلين السقيطه هادشي اللي كاين الوقت شويه باقي شويه الوقت باقي الحوت باقي اصلا باقي ما متوفرش دابا دابا راه تقريبا الله كاين شويه وصافي وحتى الناس باقي شويه هذاك الشرا اللي سميتو باقي ما كاينش بزاف يعني ما كاينش هذاك الشرا اللي مولفينو انتم بطبيعه الحال ويا دابا الناس الله يكون في العون حتى الناس اضطرت في هذا العيد هذا دابا ولكن الزيادة الغلا ديال الحولي وكاين دابا اللي دا الحوت حطو في الثلاجة على حساب العواشر تاع تاع تيلعب دور دابا علينا في البيع والشراء. كاين دابا اللي دا الحوت قبل من العيد ثلاث ايام قبل من العيد ولا سيمانة كاع ومشى كون جداد في الثلاجة تيعرف الحوت غادي يتفقد واحد 15 يوم ولا 20 يوم ولا سميتو. يعني دروكا انت بالضبط ما نقدروش نقولوا بانه كاينين انواع ديال الحوت كلهم في السوق باش من هنا 15 يوم ولا يعني تا شهر تدريجيا دابا تدريجيا تدريجيا بيدخل الحوت غالي يدخل يعني بيكون الماركت كله دابا ان شاء الله السبت الجاي دابا تقريبا عليه غادي يبدا يدخل الحوت تدريجيا بشوي بشوي بيدخل الحوت غالي شويه حيت دابا البحاره تيقعدوا كاين تيقعد شهر كاين تيقعد اكثر من شهر فهمتي دابا الله السردي دابا ولا غادي يكون مطفر السردي ولا غادي يكون مطفر لا السي ما كاينش هذا ديال سيدي افني هذا صويره سيدي افني هو اللي كاين دابا حاليا هو اللي كاين حاليا نعم. يعني بالنسبه للاقبال كاين شي شويه الاقبال ضعيف كما قلتي بسبب انه الناس كما قلتي بانه تيتاخروا في الدار يعني تيوفروا الحوت في الدار تيكونجلو كل وكيفاش كاين اللي تيخليه تيكونجلو كاين اللي ما تيبغيش يكونجلو تيبغي يشتو يشتو ياكلو ديك الساعه فهمتي ياكلو طري كاين اللي ما عندوش مع ديك الفكره تاع نشد العود ونكونجلو خصني نشدو بساعته وناكلو بساعته ودابا حتى بيني وبيك حتى الحراره تلعب دور مهم راه هذا هو الاشكال اذا كانت الحراره الحوت تيكون واخا كاع يكون الحوت متوفر في الحراره العقبال تيكون قليل تيكون قليل الا كان الجو بارد تيهز الحوت هادشي حتى الحوت مع الجو الا كان الجو بارد لا الا كان الجو بارد تيتكل الحوت الا كان مراكش فيه الجو حراره راه غير شويه وصافي ما تيكونش هاك الاقبال الحوت واخا تيكون كاع موجود قليل خصوصا هي الشوايه السرجيل هو تي بزاف تيتكال بزاف ولا كوا ولا كفته ولا الكفته ولا الكفته ما الطاجين وداكشي تيكون سخون عليه الحال ما تيتكالش نعم تيكون سخون عليه الحال الله يسهل عليك ربي يخليك ويسر الامور الله يكبر بك اذا الله يطول عمرك ويخليك صحتك اذا كما تبعتوا معنا يعني في هذا الصباح حاولنا نقربكم في هذا الصباح يعني من تعرفوا يعني الحوت اللي متوفر والحوت اللي ما متوفرش يعني اللي غايب بشكل كبير في الاسواق كما تتابعوا معنا فنتمنى من خلال هذا الصباح ان نكون قربناكم بالنسبه للناس العشاقه اللي بغاو ها هو الحوت ديال ها هو السرديل ديال سيدي افني صويره يجي سعاده واعد في المحاميد راه معروفه السباقه ديال المحاميد يجي عند السي عمر الصديق ديالنا السي كمال بالنسبه اللي بيجي يتقدى الحوت وانه عشق شويه الحوت وبيتفرق شي شويه على الغنمي يعني اللحم ديال العيد مابقاش نشكركم شكرا لكم الى بث مباشر ان شاء الله اخر على قناه يوتيوب.